بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. متابعة منا نحن قيادة الجيش السوري الحر لمناحي الحياة المدنية في المناطق المحررة، فإننا ندرس بعمق مع مجموعة من المدرسين القائمين على العمل التعليمي كيفية إجراء الامتحانات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في المناطق المحررة، علما أن النظام رفض إجراء هذه الامتحانات في المناطق وحصرها في حي واحد في مدينة دير الزور، وهو الوحيد الذي يسيطر عليه النظام، بغية الضغط على قوات الجيش السوري الحر من خلال اعتقال واختطاف أبنائنا الطلاب. لذا فإننا لا نعترف بأي عملية امتحانية تجرى في المناطق التي ترزح تحت وطأة جيش الأسد المعتدي، كما سيحدد تاريخ الامتحان في وقت لاحق تبعا للظروف الميدانية. ونطالب بإشراف مباشر من منظمة اليونسكو على الامتحانات منعا للخروقات والتزوير التي اتبعها النظام طوال سنين ولا يزال يمارسها قيادة الجيش السوري الحر في محافظة دير الزور.